عرض جديد ضمن عروضنا المميزة والحدث الأكبر لعروض رمضان، وهي التخفيضات الكبرى اللي بتبتدي من يوم 15 وحتى 24 من مارس. العروض اللي احنا بنقدمها متوفرة بكميات محدودة والفترة محدودة، لكن العرض اللي احنا بنقدمه اليوم أكتر من رائع، لأهم منتجين في المطبخ لازم يكونوا موجودين عند كل سيدة، وأهمها طبعا تقنية العصر البطيء مع عصارة تقنية العصر البطيء من ماركة بلزانو الإيطالية، ووصلت المبيعات بتاعتها ل 800 ألف قطعة في خلال فترة قصيرة على سيتوس عالم التسوق. لكن العرض النهاردة احنا مخلينه أكتر من رائع، ليه؟ لأن انتوا بتحصلوا على العصارة بكل المرفقات بتاعتها بالفوهة الواسعة الكبيرة اللي طبعا بتسهل ان انتوا تحطوا كل الفواكه حبة كاملة، بالإضافة كمان الألوان العصرية اللي انتوا بتحصلوا عليها والمرفقات المتعددة، وأيضا هنا الفرشة للتنظيف، الأوجر اللي بيجي معاها الموتور اللي هو بدون شفرات حادة، الاتنين كونتينر، واللون التاني الأزرق. تقدروا تختاروا ما بين اللونين المجموعة اللي انتوا بتحبوها، وهي العصارة مع الستاند ميكسر من ماركة بلزانو الإيطالية بكل المرفقات الخاصة بالخلط وأيضا العجن وكمان الخف، متوفر باللونين اللون الأزرق مع اللون الأحمر. لو اخترتوا العصارة باللون الأحمر بيجي معاها الستاند ميكسر باللون الأحمر واللون الأزرق هكذا. لكن السعر اللي احنا بنقدمه اليوم مفاجأة، مش 1095 ريال سعودي ولا 799 ريال سعودي، السعر فقط هو 599 ريال سعودي. عرض متوفر من يوم 15 وحتى 24 من طبعا مارس، فاستغلوا الفرصة قبل نفاذ الكمية. وفوق كل دول في امتيازات تانية أحلى وأحلى، مع كل عملية شراء بتحصلوا على طبعا في خصومات بتوصل 80%، ومع كل عملية شراء بتحصلوا على قسيمة شرائية بقيمة 200 ريال سعودي، بالإضافة كمان إنه عندكم هدايا أسبوعية آيفون 13 برو ماكس وأدوات تصفيف الشعر من ماركة دايسون العالمية، وفرصة تسوق مجانية كمان بقيمة 1000 ريال سعودي من سيتوس. اما المفاجاه الكبرى، فاي منتج انتوا بتشتروه باي سعر اسمكم على طول بيدخل السحب على سياره فخمه انتوا بتحصلوا عليها هديه مجانيه من سيتوس، عشان نخلي عروض رمضان اكتر من رائعه. يلا نشوف تحديات حلوه، ازاي الستاند ميكسر مفيد لكل سيده، وايضا كمان العصائر الجوسز المميزه والسموذيز اللي تقدروا تعملوها خلال شهر رمضان المبارك بكل الفوائد الصحيه من خلال الفيديو. ونرجع تاني. اول شيء لما تمسك بيت بتقول عندها عصاره بالبيت، تعالى فرجيكي، شوفي عندنا هون، شوفي الصوره، شوفي هاي الطياره اللي موجوده عندك بالبيت، وطبعا هون يا ساتر يا رب يا شيخ، ان شاء الله ما تلميش اواعيي لانه اليوم لابس عجيب، وحتى كمان بنشوف ان هي متقطعه، الخضار والفاكهه بيتقطع، يعني ده معناه ان كله بيتاكسد ما بيديناش القيمه المميزه اللي احنا بنشوفها، شايفين متقطعين، سمعتوا؟ على عكس الفاكهة الكاملة اللي احنا نقدر نحطها حباية كاملة كلها مش متأكسدة أبدا، محافظة على نعم. كل الطعم بتاعها نعم. والفيتامينز اللي موجودة فيها، حطي وأحلى حطي حاجة الفواكه الواسعة عفاكي. على طول نحط الفواكه شوف. شوف 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 هون 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 ايوه شوف واو. شوف 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 وحدي ورا وحدي وكله بينزل خفيف. ما عندك اي مشكله رانيا، شوف شوف شوف, شوف. ايوه شوف بدون اصوات بدون ازعاج، حبه كامله مثل ما هي، عصير بجنن، شوفي لون العصير اللي طالع عندي رانيا يس. شوفي التحفه اللي موجوده عندك شوف فعلا. شوف الله بصوا خلص. كمان العصر تقنيه العصر البطيء قد ايه بتعصر كل حاجه من المكونات الموجوده جوه، حتى كمان البذر بيدينا الفايده الخاصه بتاعتها، وبنشوف اللون بيطلع بالظبط زي الفاكهه اللي احنا حاطينها. وهنا الخلاصه، هاي فواكه فيها مي، بس عندي هون ما في اي شيء، ما بيطلع اي شيء، بيطلع عندك الفواكه كلها معصوره، كل الفايده في الكوبايه. شوف 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 ايوه يلا هيك رمضان يا سلام. شو بيجمعنا على لون الجوز. ليك 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 الله يا شوف الله ليك 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 شوفوا الفرق شوفوا الفرق هاي كبوها ها شوف شوف وطبعا شوف. لما بنقول عصاره بلزانو قد ايه مميزه جدا، لانه طبعا في هيستوري كتيره للمبيعات، بنشوف ان هي حققت نجاحات كبيره جدا، وكتير من الكاستمرز اللي حبوها وقالوا فيها كتير من الريفيوز الحلوه بفضل الجوده وبفضل كمان القيمه الغذائيه اللي انتم بتحصلوا عليها من وراء عصاره تقنيه العصر البطيء. شفنا اول حاجه المقارنه، وكمان بنتكلم على التكنولوجيا انه قد ايه هي بتعصر بطريقه حلوه بفضل الاوجر اللي موجود فيها، وده اللي بيخليه ان هو يعصر كتير من المكونات الفواكه والخضروات وحتى الورقيات والمكسرات. وهنشوف مع شيف طلال. اوه ايوه هي ما بتقول لك بنت عمك بدها عصاره، حاضرين بنت عمي روح
تضرب هيك يا شوف سلام. شوف الحبه مثل ما هي كيف نزلت عندك. شوف, شوف الجوده. سامعين سامعين هاي الحركات والبركات اللي عندنا نحن. ايوه والهرس لك 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 لك. اوبا راحت. شوفوا 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 رانيا الكوره اللي بتطلع هون. شوف 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 حبه الفريز مثل ما هي. الله. شايفينها ها من زتها هيك بالشكل. ها شوف تفاح عندك وفراوله خوخ. ها شوف الخوخ والخوخ. خوخ يلا كمان. طب فايدة العصير ده ايه بكل المكونات اللي انت حاطه؟ هاي فقدت نار للدم دموية. اكيد للدم يعني. هون العنب مثل ما هو بيقوي لك جهاز المناعة يا جماعه. اهم جماعة. شيء رانيا هون الرمان. يلا شوف, 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 شوف شوف ايوه والرمان بنجر. شوفوا الالوان بنجر شمندر شايفينه. ها روح يلا روح 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 ما تستنى ولا لحظة كله لوين. نحطهم تاني البنجر. حاضرين نوريهم هم قد ايه بيكون قاسي. شيف شوف وهنا قد ايه بيكون قاسي الشمندر. شوف 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 تاني شوف, شوف 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 البنجر. ايوه اضرب يلا اضرب. لك 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 تفاحة. ايوه روح. شوفوا تقنية الهرس قد ايه بتكون حلوة والصوت اللي احنا بنسمعه ده علشان خاطر البنجر زي ما احنا قلنا بيكون سميك. ممكن كمان الجزر ممكن لو تعملوا مثلا عصر البطاطا او حتى بس التفاح بس كل ده بس بيكون الصوت روح بيكون. شوف على الالوان شوف شوف يا شوف سلام احلى شوف عصاير شوف تروي شوف العطش شوف في فترة أيوة شهر رمضان سيان المبارك وقت الصيام. قد ايه قد ايه حلو جدا وزي ما قلت لكم التكنولوجيا في قمة طبعا التطور اللي احنا بنقدمها النهاردة لان هي بتعصر كل القيمة الغذائية من الانزيمات من الفيتامينز 100% في كل الفواكه وايضا الخضروات بمنتهى السهولة. عرض مميز اليوم ضمن التخفيضات الكبرى لعروض رمضان على عصارة تقنية العصر البطيء من ماركة بالزانو الايطالية ومعها بيج ستاند ميكسر من ماركة بالزانو بكل المرفقات المميزة للخفق والعجن وحتى كمان الخلط. السعر مش 1095 ريال سعودي ولا 799 ريال سعودي. السعر هو فقط 599 ريال سعودي. استغلوا الفرصة دلوقتي حالا والحقوا لأنه العرض متوفر من 15 وحتى 24 من مارس. عرض متوفر بكميات محدودة والفترة محدودة. وين؟ ايه ده ايه ده رمضان على الباب. واو شو جاي عبالك تعملي شويه إيه خبز. تعمل ايه خبز ليك 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 انت خبزه في البيت ليك وعجنه ليك في البيت ليك ليك كل شيء كل شيء كل شيء رانيا شوف 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 حتى الارتفاع والسمك بتاعه ما شاء الله. شوف هذا الخبز شوف هذا الخبز المحشي الخبز اللي بجنن. نفتحه ولا بديش خربه والله بديش خربه لا بديش خربه بعدين بعد ما نوريهم الطريقه ازاي عملناها. شوف هون ما بدك ولا شيء بس عندك عجاني yes. شوفي عايزين تعملوا نفس الخبز اللي عمله شيف طلال تعالوا اتبعوا دلوقتي الطريقه اللي نعم عملها بالظبط وهيقول لنا ازاي عملها على العجانه اللي هي بتيجي برده مع العرض مع عصاره تقنيه أكيد العصر البطيء. طبعا رانيا نحن عندنا هون الخطاف وعندنا الكف وعندنا الخفاقه كل شيء محطوط عليه السرعه تبعه ولشو هو بينعمل فيه. نحن هون مشتغلين على الخطاف لان العجينه بتكون قاسي تمام. طبعا بس بنركب الخطاف بنحط العجينه بننزل بنحط الغطا هاي مشان ما يطرطش عندك الطحين والمي تمام لبرا. يعني امان حتى نعمل العجن بمنتهى الامان نعم. هاي الفتحه اللي هون عندي اني طبعا لتنزلي منها المي شوي شوي على عجينتك. ايوه ورينا أيوة الشغل على الستاند ميكسر من بلزانو قد ايه عمليه شوف جدا وكل حاجه كل طبعا قطعه مرفقه محطوط عليها السرعه الخاصه بيها فبيسهل عليكي الطريقه جدا لو انت عايزه تعملي العجن او حتى الخلط للتورت والكيكات او حتى كمان لو عايزه تعملي الخفق للمارينج او حتى الكريمه بمنتهى السهوله. وحتى اللي عجبني كمان شاف انه الفرش او المرفقات كمان كبيره في الحجم زي ما احنا بنشوف عشان كل الخطاف اللي هو طبعا للعجن او الخلط من الستانلس ستيل وفي نفس الوقت كمان الحجم بتاعه كبير عشان يقدر يدينا قوه تدفق الهواء فيسرع انه يعمل العجينه او حتى كمان الكريمه بطريقه سريعه للمرفقات المتعدده. جاهزه رانيا؟ خلصنا العجينه؟ خلصت العجينه عندك هون. واو فيري كويك اكيد كويك وسريعه جدا جدا. يلا ابن عمي وريني العجينه بتاعتك عامله ازاي. شوف 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 يلا هنشوف ليك على العجينه ليك 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 يا سلام ليك على العجينه ليك 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 وممكن نعمل الزلابيه تعملي اللي بدك يا رانيا بس هاي العجينه هاي العجينه لازم تتركيها شوي لترتاح لتاخذي منها الخبزي اللي عندي اني هون شايفتيها هاي الخبزي بدك بس تتركي العجينه ترتاح شوي
ويا عفو الله تتخمر وتكبر وتبقى نعم. تمام بعد ما شفتوا التحديات الحلوه وقد ايه تقدروا تعملوا عصائر فريش وحتى كمان سموذيز بدون اضافه مواد حافظه ولا حتى سكريات ولا اي مواد صناعيه، شوفوا كميه العصائر اللي تقدروا تعملوها وتوفروها عن العصائر اللي انتم بتشتروها من السوق. لو بنتكلم على عيله مكونه لخمس اشخاص لمده اسبوع بس بتصرفوا في العصائر بتاعتكم 1050 ريال سعودي. لكن احنا النهارده ضمن التخفيضات الكبرى لعروض رمضان عرضنا موفر اكتر واكتر. السعر للاثنين مع بعض العصاره مع الستاند ميكسر مش 1095 ريال سعودي ولا 799 ريال سعودي، لكن السعر هو بس 599 ريال سعودي فقط. وكمان ما تنسوش العرض متوفر لمده 15 وحتى 24 من مارس، عرض متوفر بكميات محدوده والفتره محدوده بالسعر الخرافي ده، فاستغلوا الفرصه دلوقتي حالا قبل نفاذ الكميه. كل اللي عليكم تعملوه ان انتم تحصلوا على العصاره، وما تنسوش ان اسمكم على طول هيدخل في السحب للحصول على سياره فخمه، فاتصلوا الان واحصلوا على احلى فرصه من ماركه بلزانو الايطاليه. العرض الاقوى وعلى اهم منتجين بتحتاجهم كل سيده في خلال شهر رمضان المبارك في المطبخ، وهي عصاره تقنيه العصر البطيء مع كمان الستاند ميكسر اللي بيساعدك ان انت تعملي كل انواع الكيكات المعجنات وايضا الحلويات اللي بتحتاجيها بالمخصوص في خلال شهر رمضان المبارك. النهارده ضمن الحدث الاكبر وطبعا العرض الموفر جدا وهي اهم التخفيضات الكبرى، السعر للمنتجين مع بعض قبل كده 1095 ريال سعودي ومش 799 ريال سعودي، لكن كمان السعر اليوم فقط 599 ريال سعودي. عرض متوفر من يوم 15 وحتى 24 من مارس بكميات محدودة والفترة محدودة، وما تنسوش مع كل عملية شراء مهما كان المبلغ ومهما كان المنتج اسمكم بيدخل سحب على الجائزة الكبرى وهي العربية اللي انتم بتحصلوا عليها هدية مجانية من سيترس عالم التسوق. ايه رأيكم دلوقتي نشوف تحديات وقد ايه العصارة وكمان محضر العجانة اللي احنا بنقدمها من طبعا ماركة بلزانو الإيطالية قد ايه متميزين جدا ومتعددين الاستخدام؟ تعالوا نشوف الفيديو شوف طلال عمل ايه ونرجع تاني. شوف انا نعمل هون شوف 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 ايوه فواهد كبيره يلا روح ليك 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 شي واو شوفوا بس عليكم بالبشر شويه صغيره راحت وهنا أيوة. كمان شوفوا هون. العصير والخلاصه اللي انتم بتحصلوا عليها كيوي. من القشر ومن البذر ومن اللب كيوي. كل شيء يلا ليك موجود ليك ليك ليك. في العصير شفتوها يا هون. سلام هاي حبه الخيار استني والخيار حتى بيكون هولي. برضو سميك بيكون صعب أيوة. لكن هنا أيوة. الحلو ان احنا نشوفه بمجرد ما بنحركها شوف. على طول شوف. شوف. الموتور بياخد كل أيوة. حاجه بيعصرها بمنتهى السهوله ليك يا رانيا يا عفو حتى كمان الخيارة على طول كلها على بعض دلوقتي واسمعوا الصوت لما بيكون في حاجات قاسية العصارة بتعمل الصوت اللي هي بيخليكوا ان انتوا تحسوا وتشوفوا قد ايه هي بتكون فعلا بتعصر بقلب يعني على طريقة العصر نعم. البارد اللي يدينا كل الخلاصة ورقيات. في العصير ورقيات ليك الورقيات وحتى رانية. كمان الورقيات بس بنحط الورقيات والانزيمات بقدونس والفايبرز. بقدونس شوف البقدونس بقدونس ليك ما احلى البقدونس ليك بننزل البقدونس وهي عندنا هون نحن شوفوا سبانخ ده استحاله نحطه في الخلاط كل المكونات ولا هي بضل في منهم قطع هون عندك شوفي رانيا كله بينزل عندنا هون نحن شوف 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 لا شوف نقطعها الاول ونوريها الفايبرز تعي هي هي شوفوا هذول ما بيروحوا عندكم باي خلاط او باي مكان عندي هون صحيح. شوف 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 ايوه يلا 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 ها ليكي ما احلاها يعني حتى كمان بنقعد بس سامعين الصوت بنقعد نحرك كل شيء بيبتدي ان هو العصاره ان هي بتتحركها بمنتهى السهوله رانيا خلينا ننتهي العصير شوف بنشوف واو شوف 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 واو 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 على العصير الاخضر اضرب اخضر اخضر فعلا يا جماعه شوفوا المكونات والالوان اللي موجوده بالورقيات والفيتامينز كل دول موجودين في كوبايه عصير والشيف هيورينا انه مفيش نقطه جوس طالعه ممكن شيء بجنن طبعا عصير تحفي صح وهنا كمان احلى حاجه تانية طبعا العجانه كلنا في رمضان بنحتاج ان احنا نعمل سمبوسك نعمل حاجات كتيره جدا فطاير وغيرها وغيرها فبيسهل علينا بفضل الثلاث مرفقات الموجودين الخطاف طبعا بيخلينا نعمل عجينه وايضا كمان الهوك للخلط وكمان برده زي ما بنشوف هنا الويسك المميز اللي بيخلينا ان احنا نعمل طبعا الكريمات والمارينجو وكل الحاجات أكيد. اللي بنحتاجها بطريقه عمليه وحتى بنشوف كمان كل المميزات الحلوه وكل المرفقات على الستاند ميكسر سواء اللون الاحمر او اللون الازرق نقدر نعمل معاه كل الحاجات
الحلويات البسكوتات الفطاير بمنتهى السهوله. ازاي قد ايه حلو عرضه ولا احلى. اهم منتجين هتحتاجيهم في المطبخ واللي هيساعدوكي جدا في خلال شهر رمضان المبارك تعملي مشروبات صحيه وايضا كمان تعملي كل الوصفات المميزه من خلال العجانه اللي بتحصلي عليها من طبعا ماركه بالزانو الايطاليه. اقوى العروض اللي بتحصلوا عليها النهارده موفره جدا مقارنه بسعر العصاره فقط من الاسواق 1899 ريال سعودي لعصاره قناه العصر البطيء، هنا كمان بدون اي مرفقات السعر 1835 ريال سعودي، كمان هنا عصاره كمان ويب سايت تاني 1750 ريال سعودي. لكن اليوم بنقدم عصاره قناه العصر البطيء مع العجانه من ماركه بالزانو الايطاليه، السعر مش 1095 ريال سعودي ولا 799 ريال سعودي، السعر هو فقط 599 ريال سعودي، وعرض متوفر من يوم 15 وحتى يوم 24 مارس، عرض متوفر بكميات محدوده والفتره محدوده فقط بسعر 599 ريال سعودي. وما تنسوش فرصتكم مع كل عملية شراء إن اسمكم هيدخل السحب وتحصلوا على سيارة فخمة بنقدمها لكم هدية خاصة من سيترس. استغلوا الفرصة دلوقتي حالا وإنتوا كمان ممكن تكونوا رابحين مع أي منتج بتشتروه على سيترس عالم التسوق.